الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وأستاذي ومعلمي وأحد كبار أعضاء الوفد المصري الذين شاركوا في محكمة التحكيم التي انتصر فيها الشعب المصري وكانوا سببا مباشرا ورئيسيا في عودة طابة. أستاذ مفيد مساء الخير. مساء النور دكتور خالد. أنا بشكر حضرتك أولا على تلبية الدعوة. يا سيدي ده أنا اللي سعيد جدا إن أنا أكون على الشاشة معك في هذا اليوم العظيم والذكرى الغالية، خصوصا وأنه يتواكب مع هذه الزيارة الناجحة اللي أنا اسمح لي أحييك على تعليقك لها وتحليلك لمدلولها. أنتوا اللي علمتونا يا فندم. الحفاوة من المصريين بالرئيس السوداني، زيارة السودان الرئيس السوداني لمصر. تمام. أحييك على تحليلك الذي أنضم إليه وأشاركك الفرحة والسعادة بهذه الذكرى الغالية، ذكرى تحرير طابة. احنا تعلمنا ده من حضرتك، يعني أنا واحد من تلامذة، يعني من أعتقد كنا الدفعة 3000 واحد ودفعات متعددة، كنا جميعا ننال من علمك يا دكتور مفيد، يعني فما نحن فيه الآن أنتم أصحاب الفضل. يا سيدي أنا شاكر جدا، وطبعا أكثر ما يسعد الإنسان لما يجد واحد يقول له أنت كنت أستاذي ودرست لي، خصوصا لما يكون إنسان متميز ومتفوق كما هو الحال بالنسبة لك. شكرا جزيلا. سعادة كبيرة لي إن احنا الاثنين أنت وأنا نشارك باقي الشعب المصري والأمة العربية كلها ذكرى انتصار نعتز به كل الاعتزاز. صحيح. وإنها كما تفضلت بالإشارة في مقدمتك تعتبر من أكبر المعارك القانونية القضائية التي خضناها بجدية وباستعداد كامل وبأسلوب علمي لنستكمل الانتصار العسكري في 73 والانتصار السياسي في 79 لنستكمل تحرير كل تراب مصر بهذا الحكم التاريخي اللي صدر سنة 88 وتم تنفيذه 89 بتحرير آخر بقعة في أرض مصر. صحيح. وأنا الحقيقة دكتور خالد يعني بقدر فرحتي مثلك ومثل باقي المصريين بهذا اليوم واعترافي بأن من حقنا أن احنا يعني نخلد ذكرى انتصاراتنا ونعتز بها ونفرح بها ونغني لها، إنما يهمني بالدرجة الأولى أنها تبقى مناسبة لنا جميعا كي نعي الدروس المستفادة منها. لابد أن نعرف لماذا انتصرنا. صحيح. في معركة التحرير، لماذا انتصرنا في معركة أكتوبر سنة 73، وانتصرنا أيضا في معركة سياسية في مارس سنة 79 بتوقيع اتفاقية السلام التي قضت بانسحاب إسرائيل. الدروس المستفادة مع الفرحة أمر هام جدا. صحيح. إنها تفيدنا في حل الأزمات والمشكلات التي نعاني منها حاليا. فن إدارة الأزمة، فن الاستفادة من الخبرات، فن التعامل بالأسلوب العلمي الذي يعتمد على الخبراء وليس على مجرد الحس الوطني فقط. فن العمل الجماعي والعمل المشترك، فن الاستعداد لأي معركة وتحليلها وعمل دراسات الجدوى عن مدى احتمالات النجاح والفشل. كل هذه الدروس المستفادة أنا في رأيي يجب أن احنا نستفيد منها، ليس فقط حتى في انتصاراتنا وإنما حتى في هزائمنا. وليس عيبا أن نعترف، كل شعوب الدنيا مرت بلحظات انكسار. صحيح. وهزائم ولحظات انتصار، وعليها وهي تتذكر انتصاراتها وتسعد وتحلل الدروس المستفادة أيضا تتذكر لماذا انهزمت، لماذا انهزمنا مثلا في سنة 67، إيه السبب وكيف نتلافاه حتى لا يتكرر، ليس في معارك حربية. صحيح. وإنما أي معارك. أي ما كان الأمر، يعني هذه الذكرى الغالية علينا جميعا تجعل هناك الكثير من الخواطر والذكريات الجميلة اللي الإنسان يحب يعني يتحدث عنها ويعيشها. تمام. أنا حاسس بانفعالك وأنت بتتكلم عن زيارة الرئيس البشير. صحيح. اليوم. صحيح. ومدى الحفاوة اللي استقبل بها ودلالتها. وأنا أشاركك هذا أيضا. وأرجو أن شبابنا على وجه الخصوص يكون لديه نفس الحس ونفس الانفعال. تمام.